الذي رفع خلال كل الجمعات والمسيرات الشعبية في حراك الجزائر. مشاهدينا، قبل أن أبدأ النقاش معي مباشرة عبر الهاتف جمال ولد عباس. جمال ولد عباس، مساء الخير. جمال ولد عباس، أنت تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية، اليوم كلام كثير نشر في مواقع إعلامية وفي بعض القنوات على أساس أنكم تحصلتم على ترخيص لعقد اجتماع للجنة المركزية. هل يمكن تأكيد هذا الخبر، وخاصة أن الطلب قدم قدم على أساس أنكم أنتم أول من طلبه؟ تفضل. نعم، الحقيقة مهما يطول الليل يطلع النهار كما يقولوا، ورجعت المياه إلى مجراها الطبيعي، لأن الأمين العام الشرعي الوحيد هو الدكتور جمال ولد عباس المنتخب اليوم 22 أكتوبر 2016 بالإجماع من اللجنة المركزية. وقع حادث صحي في نوفمبر 14 نوفمبر، والأطباء طلبوا مني يعني استراحة نكاح. الحمد لله الآن هني بصحتي جيدة، وفي غيابي 5 شهور في غيابي أنا مرتاح جدا بمواقف أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمناء المحافظات والقسمات اللي بقوا دائما مسكين، وبقى الحزب رغم المناورات الخارجية والداخلية لتحطيم حزب التحرير الوطني، الحزب باقي دائما واقف. نعم، تفضل سي جمال ولد عباس، تفضل. لهذا كان من واجبي لاستدعاء اللجنة المركزية، اولا في نقطة نظامية هامة نتكلم عليها نهار 3 ان شاء الله، ثانيا نتكلم على الوضع الراهنة. احنا في حالة استثنائية، والجزائر في حاجة إلا استقرار، إلا هدوء، وإلا تجنيد كل مناضلين جبهة التحرير الوطني للمساهمة في هذا المنهج للاستقرار والسلم والطمأنينة في الجزائر. سي جمال ولد عباس، هل يمكن أن نعرف جدول أعمال يوم الثلاثاء؟ هل ستكون هناك ربما هناك من يقول أنه ستكون هناك استقالة من طرفكم، هل هذا صحيح؟ لا، شوف، راه طلب ملح من الجماهير من الشعب الجزائري لتغيير الوجوه، وحنا نتكيف مع الزمن. صالح العام، الجزائر قبل كل شيء، ننسى الأنانية، ننسى الطموح الشخصي، نعمله على الجانب ونفكر إلا في الجزائر والجزائر والجزائر دائما. طيب سي ولد عباس، سؤال أخير فقط. في معلومات عن اجتماع اللجنة القانونية غدا لمجلس الأمة لرفع الحصانة عنكم، هل هذا صحيح؟ هل تؤكد الخبر؟ لا لا لا، أبدا غير صحيح. أبدا. طيب أبدا. نشكر اجتماع اللجنة القانونية، في جاء خبر من وزارة العدل، وإحنا جاوبنا بكل ارتياح الحمد لله، ضمير تاعنا مرتاح. جاءتكم استدعاءات من طرف وزارة، من طرف العدالة؟ لا 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 لا، لا يوجد أمر مثل هذا. لا، هذه نتكلم عليها فيما بعد. نشكرك سي جمال ولد عباس، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. مشاهدينا، إذن جمال ولد عباس يؤكد بأن اجتماع لجنة مركزية سيكون يوم الثلاثاء، وقال بأن تغيير الوجوه الآن في الأفلان واجب من أجل التكيف مع الحراك. أرحب